Il fut un temps aux prémices du monde où le soleil ne s'était jamais levé. Mais même en ce temps-là, une lumière rayonnait. We got a hit on Hassan. We can't take him in Iran. He's not in Iran. Every explorer has a packing list. The essential tools. The result was the new Apple Watch Ultra. This is our lightest and strongest Fulcrum. And that is one of the main things. 2022, عام البيراتاج نتاع الكريبتو موني. Run down what cryptocurrency is. Any cryptocurrencies that are newly released, but generally, as a miner, you only focus on. تدوم ليفينمون نتفليكس حوصلة لكل الأفلام والسيريات. عمرها اليوم 50 سنة، أوديسي أول كونسول جو فيديو في العالم. The electronic game of the future and the family's best foul weather friend. هذه التاسعة تريندين كل أخبار الديجيتال في موعد يومي من اثنين للخميس على قناة التاسعة. مرحبا بكم، دورتنا فيها برشا أفلام وسيريات، برشا جيمينج، برشا سوشيال ميديا وبرشا تاك. نبدأ من موضوع البارح. البارح كنا حكينا على المشاكل متاع الابديت متاع الويندوز 11 للناس اللي عندهم الكارت جرافيك انفيديا. رسميا انفيديا اعلنت انها لقات حل للبوغ هذي وهبطت لبيلوت جي فورس اكسبيرينس V3.26 بيتا باش تحل المشكلة هذي. البوغ متاع الفيرسيون جديدة متاع الويندوز 11 تخلي البيسي يخسر بيرفورمانس مع افيشاج خايب وقت الجيمين. خليونا في جو تصليح لبوغ وتوعد باش نحكيو على بوغ عمل ضجة كبيرة ياسر الجمعة اللي فاتت، مش على خاطر فما بوغ بل لأنها بوغ مست الايفون 14. وما أدراك ما الايفون 14، مشكلة كبيرة بالنسبة للكاميرا متاع الايفون خليت برشا يهاجموا شركة أبل الجمعة اللي فاتت. والسبب بكل صراحة هو السوم متاع الايفون الغالي برشا واللي بالمناسبة سومه باش يفوت 5 ملايين في تونس. على كل أبل خرجت الاي او اس 16.0.2 واللي صلح البوغ هذي. وما دمنا مع شركة أبل هات نعلموكم إنه مصادر قريبة من الشركة أكدت إنه ما فماش إيفينمون في شهر أكتوبر وإنه المنتجات اللي من المنتظر الإعلان عليها وهي الجامة الجديدة متاع الآيباد برو والماك بوك برو اللي يخدموا بالإم 2 بروسيسورز باش يتم إطلاقهم في الشهر الجاي. يمكن ياسر باش يكون إلغاء الكينوت متاع أبل للتركيز على إيفينمون باش يكون في أول 2023 حسب المصادر هذه، وباش يكون مخصص للكاسك متاع رياليتي فيرتو متاع الشركة. واحد من اكبر الديفي متاع الهواتف الذكيه هو كيفاش ينجحوا باش ينحيوا البقعه متاع الكاميرا فرونتال وتولي الكاميرا تحت الاكران. ان ديفي نجحت فيه كل الماركات. بون مش كلهم، تكنولوجيا موجوده اليوم في السمارت فون الترا اود جام. سامسونج تعتمد على الكاميرا اندر سكرين في الجام جالاكسي فول 3 و 4، لكن التحدي ولا اكبر اليوم هو كيفاش نعملوا انلوك للتليفون، كيفاش نجموا نحلوا التليفون بتاعنا بالكاميرا فرونتال، يعني كيفاش يكون فما تجربه متاع ريكونيسونس فاسيال جي تحت الاكران. وهذه هي براءه الاختراع اللي سجلتها سامسونج اخر الجمعه اللي فاتت. تليفون فيه النوع هذا من الكاميرا تحت الاكران واللي تخليك تعمل ديفيروياج للاكران. تليفون فيه النوع هذا من الكاميرا ما ينجمش يكون حاضر قبل نهايه السداسي الاول من 2023. قامت بعرض فيديو جديد توري فيه ديزاين متاع البيكسل ووتش.
سمارت واتش الأولانية متاعها. الديزاين يأكد الخط اللي ماشي فيه جوجل واللي أعلنت عليه من قبل ستيف في جوجل آيو. الإيفينمون القادم لجوجل باش يكون النهار 6 أكتوبر، فيه باش نكتشفوا أكثر البيكسل 7 سيريز، البيكسل تاب والبيكسل واتش. الخبر هذا فيه برشا فلوس. 2023 عام خايب برشا على الكريبتو كورنسي. الناس اللي استثمرت في البيتكوين واخواته عاشوا فترات صعيبه مع انهيار القيمه متاع برشا عملات مشفره. ايثيريوم واحده من ابرز الكريبتو كورنسي في العالم عرفت مشكله اخرى. ان بيرات استولى على 950 مليون دولار اون ايثير من وليت نيميريك. العمليه صارت نهار 25 سبتمبر وفاقت بها بوك شيلد، شركه مختصه في السلامه المعلوماتيه. البيرات استغل اون فاي دو سيكوريتي تم التفتن لها مؤخرا. البيرات استولى على 733 ايثير وحولهم التورنادو كاش، سيرفيس يسمح بالميكساج متاع الكريبتو ويخلي امكانيه الوصول للمبلغ هذا شبه مستحيله. حسب شركه التحليل تشين اناليسيس فانه سنه 2022 هي سنه البيراتاج بالنسبه للكريبتو. حسب الشركه هذه مرابيح البيرات في 2022 زادت ب 700 مليون دولار مقارنه ب 2021. قدوا معنا بعد شوية Ubisoft دي جو فيديو للتعليم. With the Discovery Tour, we can be proactive about the information that we give.